تعالوا معنا أعزائي، هسه لو تنزلنا قلنا بأن النظرية التي تقول أن المدار في الثواب والعقاب ليس على الدليل وإنما على الواقع، يعني متعلق الدليل، ما أدى مؤدى الأمارة مؤدى الدليل لا نفسه الدليل. يعني بعبارة أخرى أن المصالح والمفاسد والثواب والعقاب ليس مترتبا على الامتثال وعدم الامتثال، بل على ماذا؟ على متعلقات الأحكام. وفرضنا أيضا اللي كلهن هذني كن على ثقة، لو تقرؤون الفخر الرازي في المستصفى وأنه يبحث بحثا تفصيليا في أدلة القائلين أن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين، يعني ما أريد أقول ولكنه مو بسهولة تستطيع أن تتخلص من إشكالات منه الفخر الرازي. يقول هذه إذا تقول بالاشتراك وجاوبنا على هذه التساؤلات، ولكن احتم مفترضة شنو هو؟ ها؟ اصلا موضوعيا مفروغا عنه متواترا مسلما مجمعا عليه الى اخره. يقول وان الواقع شامل للعالم بالحكم والجاهل به، والجاهل اعم من ان يكون قاصرا او مقصرا. سؤال، فهل هو فعلي في حق الجميع او فعلي في حق من علم به وشأني في حق من جهله وقام عنده دليل على خلافه؟ أي منهم؟ ها؟ في الوجه السابق كنا نقول أن الحكم الواقعي ما هو؟ فعلي في حق الجميع. هنا لو أرجعنا الثواب والعقاب والمصلحة والمفسدة إلى المتعلقات إلى الواقع، فهنا هل الأحكام شاملة لهما لهم جميعاً؟ عالم جاهل قاصر مقصر، فهل هو شامل لهم جميعا بالفعل أو فيه تفصيل؟ تعالوا الشيخ الأنصاري مرة أخرى. الشيخ الأنصاري المجلد الأول صفحة 114 مولانا يقول لا، إذا علم به بالحكم الواقعي فهو فعلي، أما إذا كان جاهلا به فالحكم في حقه ما هو؟ شأني. فإذا قام عنده دليل على الخلاف بعد لا يوجد ذلك الحكم. فإذا الأحكام الواقعية مطلقة أو مقيدة بعدم قيام الدليل على خلافها؟ ما هو؟ التفت جيدا للعبارة. يقول بحيث يكون قيام الإمارة المخالفة مانعا عن فعلية ذلك الحكم الواقعي، يعني المقتضي موجود ولكن بشرط عدم وجود مانع، والمانع ما هو؟ إذا قامت عندك إمارة على الخلاف لكون مصلحة سلوك هذه الأمارة غالبة على مصلحة الواقع، فالحكم الواقعي فعلي في حق غير الظان بخلافه، فإذا ظن بخلافه بعد يوجد في حقه حكم أو لا يوجد، وشأني في حق الظان بخلافه. أنا أرفع كلمة الظان، يعني في حق من قام عنده دليل على خلاف الواقع. يقول بمعنى وجود المقتضي لذلك الحكم لولا الظن على شنو؟ خلافه. الأعزاء من الأردن يراجعون بحر الفوائد مولان صفحة 341 341 أعزاء ها هذه. يقول هذا ما أي ما يكون هو المناط في استحقاق الثواب والعقاب في مقابل ما يكون موجودا في الواقع هو ماذا؟
هو تبعية الحكم الواقعي في الواقع لقيام الإمارة، كما إذا قامت على خلاف ما هو المجعول في الواقع، بمعنى أن في كل واقعة مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل. هاي اشتراك الأحكام بين هاي كلهم تدري شو منشأه حتى لا يلزم التصويب. بمعنى أن في كل واقعة مصلحة مشتركة بين العالم والجاهل مقتضية لجعل الحكم لكل منهما، ولكن بشرط عدم قيام إمارة على خلافه، بحيث يكون قيام الإمارة على الخلاف مانعا من تأثير المقتضي ماذا؟ في تكليف هذا المكلف، فإن قيامها على خلاف الواقع يوجب حدوث مصلحة في الفعل، مو مصلحة في سلوك الإمارة، مصلحة ماذا؟ في الفعل. يعني أساسا الشارع يريد منك الآن اللي قامت عندك إمارة على صلاة الظهر، الشارع ما هو المطلوب منك؟ صلاة الجمعة ولا صلاة الظهر؟ وهذا لا ينافي الواقع المشترك، هذا الواقع شنو؟ المختص، هذا بك، مختص بك. ما أدري واضح صاري ولا هسه؟ هنا بحث، وهو أن هذا تصويب أو ليس بالتصويب. الجواب، صاحب بحر الفوائد الاشتياني يقول: وهذا الوجه كما ترى راجع إلى التصويف في الجملة. عرفت شو؟ الشيخ الأنصاري مولانا في صفحة 111 يقول: قلت لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه وأغمضنا عما سيجيء من عدم كون ذلك تصويبا. نحن لا نعتقد أن هذا من التصويب الباطل. نعم يوجد عندنا تصويب، ولكن ليس كل تصويب من شنو؟ باطل. وهذا ليس من التصويب الباطل. هذه في صفحة 111. ثم يأتي في صفحة 121 أعزائي يقول: وحاصل الكلام ثبوت الفرق بين كذا وكذا، وما قلناه ليس من التصويب شنو؟ باطل. واضح صار إلى هنا أعزائي؟